شايفها ازاي يعني في وسط عرض موسى المفروض بدل ما احتفل بيه جت ازمه وفاه الطيار وجاي موضوع اسماعيل ياسين. بص هي معلش يعني برضو هو انا يعني محمد رمضان ما قتلش الطيار يعني ما راحش مسك قتل الطيار رحمه الله عليه. هناك خلاف بين الاثنين حدث. عرفت برضو ان انا ما بتابعش السوشيال ميديا ان في بعض الـ 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 الفيديوهات اللي كان فيها فلوس اللي انا عرفته من خلال عمرو اديب يعني بالصراحه استاذ عمرو اديب. وحصلت مشاده بين عمرو اديب ومحمد رمضان عن طريق فيديو برضو هو محمد استفز بيه عمرو اديب وحاجات زي كده. لكن ده برضو لا 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 لا, لا يجوز ان احنا نقول محمد رمضان نصوره انه قتل الطيار. دي اعمار ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خده مش محمد رمضان هو اللي خده. ممكن يكون محمد رمضان هو توفى وهو في صدام او في مشكله مع محمد رمضان. فانا مش شايف ان في ازمه اصلا علشان نتكلم فيها. انا شايف ان الازمه اللي اتفق ما بين استاذ عمرو اديب والفنان محمد رمضان هي دي اللي ازمه. وازمه على فكره مش هتنتهي على خير. افتكر الجمله دي. الازمه دي مش هتنتهي على خير. مش هتنتهي على خير. انا بقول لك دي مش ازمه عاديه. مش هتنتهي على خير. ما اعرفش بس الازمه دي مش هتنتهي على خير. انت شكلك عارف الكواليس اصلها. لا والله ما عندي كواليس ولا حاجه ما اعرفش. لكن ريحتها كده من بعيد مش هتنتهي على خير.